السلام عليكم. عشان نرسم شكل سبايرو او شكل حلزوني زي دوت، اول حاجه هعملها ان انا هاجي هنا سبايرول او اف 9 واروح دايس نقطه المركز وابدا اسحب بالشكل دوت. بعد ما اخلص ممكن امسك اي نقطه فيهم واحركها كده تمسح او تعمل حاجات اضافيه بالشكل دوت. برضه نقطه المركز اقدر امسح واقدر اعمل اضافي، اقدر ادوس شيفت ونقطه فيهم ابدا اسحب فيبدا يصغر معايا بالشكل دوت او يكبر معايا وهكذا.